مي عز الدين تقدم أهم أدوارها بمسلسلها خيط حرير وتعود للدراما بخطى ثابتة. مي عز الدين تتعرض لحادث سير مروع في الحلقة الأولى من رسائل. بكاء مي عز الدين على والدها الأكثر تفاعلا على التواصل الاجتماعي، صفة لا تتنازل عنها مي عز الدين في شريك حياتها اعرفها في عيد ميلادها. اسمها الحقيقي مهاتيب وبدأت مشوارها مع محمد فؤاد لم تتزوج حتى الآن. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في قناتكم كورة شراب. لطفا قبل أن نبدأ فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو ل9000 لايك. لو بتحب مي عمر ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المتعاطفين مع مي عز الدين. ولا تنسوا أن تضغطوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. بكاء مي عز الدين على والدها الأكثر تفاعلا على التواصل الاجتماعي، ردود فعل كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أحدثتها الفنانة مي عز الدين عقب حلقة خيط حرير ومشهد وفاة والدها خلال أحداث المسلسل، وذلك من خلال الأغنية التي تم تقديمها مع المشاهد المؤثرة والتي تفاعل معها الجمهور، أغنية ناقصني أمان من كلمات الشاعر أحمد شكري وألحان مصطفى شكري وتوزيع موسيقي أحمد أمين، وقامت بغنائها المطربة الشابة نورهان المرشدية. وتقوم قناة ON بإذاعة حلقات مجمعة مساء اليوم الخميس في الساعة 7، حيث سيتم عرض من الحلقة 4 وحتى 8، وسيتم إعادة الحلقات المجمعة يوم السبت على قناة ON دراما في الساعة 12 ظهرا. ويشارك في بطولة المسلسل بجانب مي عز الدين كل من محمود عبد المغني وسوسن بدر ونيكولا معوض ومي سليم وهنادي مهنا ومحمد سليمان وصفاء الطوخي ومحمد علي رزق وولاء الشريف وعبد الرحمن حسن وحنان سليمان وأحمد صيدام وأحمد خليل وحنان سليمان وياسمين رحمية ويوسف عثمان وممدوح الشناوي وحازم سمير، ومن إنتاج شركة سينرجي وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج إبراهيم فخر. مسلسل خيط حرير تدور أحداثه 35 حلقة في جو من الإثارة والتشويق، ويذاع الساعة 7:45 مساء على قناة ON، ويعاد الساعة 1:30 صباحا والواحدة ظهرا، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 5 صباحا والثالثة عصرا. مي عز الدين تتعرض لحادث سير مروع في الحلقة الأولى من رسائل. شهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل رسائل الذي يعرض على شاشة قناة ON TV تتعرض هالة إلى حادث سير مروع، وذلك أثناء عودتها إلى منزلها للاحتفال بعيد زواجها مع زوجها طارق الذي يجسد دوره الفنان خالد سليم. وتبدأ أحداث الحلقة بهالة الزوجة الثلاثينية الذي تعمل في أحدى الشركات الكبرى في مجال المبيعات، ولديها طفل وأسرة مكونة من أب وشقيقة وشقيقة لديهم الكثير من الخلافات بسبب طمع الأخ الأكبر الذي يعمل في الخليج، إلا أن هالة تحاول دائما الفصل بينهم وتهدئتهم. هالة لديها ملكة تحقيق الأحلام فحلمت لصديقتها بوفاة والدتها وتحقق الحلم بعدها. تدور الأحداث في إطار درامية حتى تنتهي بالحادث الذي على إثره تدخل هالة في غيبوبة. المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج إبراهيم فخر، ويشارك في بطولته مي عز الدين وخالد سليم ورامز أمير وأحمد سعيد عبد الغني وعبد الرحمن أبو زهرة ومحسن منصور، صفة لا تتنازل عنها مي عز الدين في شريك حياتها اعرفها في عيد ميلادها. تحتفل اليوم النجمة مي عز الدين بعيد ميلادها، حيث ولدت في مثل هذا اليوم 19 يناير، واستطاعت بملامحها الجميلة وتنوع الشخصيات التي قدمتها في التلفزيون والسينما أن تصل إلى قلوب الجمهور وتكسب حبهم. فكان أول ظهور لها في دور بطولة مع النجم محمد فؤاد في فيلم رحلة حب عام 2001، وبعدها كانت قادرة على تجسيد شخصيات متعددة منها الفتاة الرومانسية والحنونة في مسلسل لقاء على الهواء، وبرعت في دور الفتاة المدللة والشريرة في مسلسل الحقيقة والسراب، بجانب الكثير من الأعمال المختلفة قدمت الفنانة مي عز الدين خلال مسيرتها الفنية ما يزيد عن 30 عملا بين السينما والتلفزيون، كان أبرزهم في السينما رحلة حب وبوحة ويظن عمرو سلمى الليمبي 8 جيجا جيم أوفر، وفي التلفزيون أين قلبي الحقيقة والسراب أهدم دلع بنات حالة عشق، وكان آخره مسلسل خيط حرير الذي حقق نجاحا كبيرا منذ عرض أولى حلقاته.
وفي بداية مشوار مي عز الدين الفنية، حلت ضيفة هي والفنان أحمد رزق في أحد البرامج التي قدمها الفنان شريف منير، وتضمن اللقاء عدة فقرات. وفي إحدى الفقرات سألها الفنان شريف منير عن المواصفات التي تشترطها في زوجها المستقبلية، وجاوبت قائلة: يكون بيحترمني وبيحبني بجد ومخلص ومحبوب اجتماعيا وبيحترم شغلي، ومهم جدا يكون محبوب اجتماعيا، لأن بتبقى حاجة توقع جدا إنك تبقى إنسان عادتك حلوة والناس بتحبك وكارهين الشخص اللي معك. يذكر أن مي عز الدين ارتبطت مرة واحدة في عام 2009 بلاعب كرة قدم محمد زيدان، لكنهما انفصلا بعد فترة قصيرة من الخطبة. لن تصدق هذا الرقم وحجم ثروة عادل إمام ويحتفظ بها في تلك الأماكن. الزعيم عادل إمام من أبرز الفنانين الذين أمتعوا الجمهور المصري في القرن العشرين، لم يضع نفسه في دور فني واحد، ولكنه أبدع في مختلف المجالات، سواء كان ذلك كوميدي أو دراما أو أكشن، كما أنه لم يهتم بالسينما فقط، بل أبدع في التلفزيون والمسرح أيضا. إلا أن هناك سؤال ورد على أذهان الكثيرون، وهو: كم تبلغ ثروة الزعيم عادل إمام؟ شارك الفنان المصري في أكثر من 100 فيلم، وأعلنت صحيفة أمريكية أن عادل إمام كم يتحصل على نسبة كبيرة في مختلف أعماله التي شارك بها. وكشفت مصادر موثوقة بالبنوك التي يضع بها عادل إمام أمواله أن ثروة عادل إمام في كل البنوك المحلية والدولية قد بلغت حد 250 مليون دولار، وذلك من خلال أعماله الفنية التي شارك بها فيما يقرب من نصف قرن وأكثر. وأضافت العديد من المصادر أن عادل إمام يحتفظ بثرواته لنفسه وليس لجهة عائلية كما يفعل الكثير من الشخصيات المشهورية، كما أنه يحتفظ بها في مجموعة من البنوك الغربية والقسط الأكبر بالبنك المصري، وذلك لأن معظم أوقاته يقضيها في مصر ونفقاته الأعلى تكون بالداخل. يعتبر الزعيم عادل إمام مواليد 17 من مايو عام 1940 من قرية شهب مركز المنصورة، إلا أنه انتقل إلى حي السيدة زينب بالقاهرة وهو ما زال طفلا. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات: هل ستقدم مي عز الدين مسلسلا في رمضان؟ لا تنسوا أن تشاركوا بأرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.